بنا عبر الهاتف مراسل شبكة شام الإخبارية في درعا المعتصم بالله. المعتصم، ما هي آخر التطورات الميدانية لديك في درعا وريفها؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدث الاشتباكات وجبهات درعا عادت وبشكل عنيف في هذين اليومين. فالاشتباكات يعني تجوب أرجاء محافظة درعا بالكامل، درعا وريفها. الآن تدور اشتباكات عنيفة في بلدة عثمان بعد أن حاولت قوات النظام منذ فجر ليلة أمس باقتحام البلدة، ورد الجيش الحر بالهجوم على الحواجز وكتيبة 228 كتيبة الشلكة داخل بلدة عثمان. والآن يعني تدور اشتباكات عنيفة، وتمكن الجيش الحر من تحرير حاجز المدرسة داخل هذه البلدة، ويقوم بقصف هذه كتيبة الشلكة بقذائف الأون. وهناك تقدم كبير داخل البلدة، وتم يعني تدمير دبابة خلال هذه العملية وعربة شلكة، وتم تكبيد قوات نظام خسائر فادحه بالارواح والعتاد. ويعني قوات النظام ترد بالقصف العنيف الذي لم يتوقف منذ صباح ليله البارحه والى اليوم. يعني القصف المدفع والصاروخي استهدف هذه البلده، ايضا الطيران الحربي شن غاراته الجويه على المدينه، ويعني الجيش الحر يحاول تامين المدنيين وخصوصا القريبين من هذه الحواجز واجلائهم الى خارج المدينه، لان قوات النظام تريد ارتكاب مجازر بحقهم. ايضا يعني تدور اشتباكات عنيفه في بلده النعيمه بين الجيش الحر وقوات النظام، بالتزامن ايضا مع قصف عنيف الغايه، حيث شن الجيش الحر هجوما كاسحا على الكتيبه المهجوره شرقي بلده النعيمه، وتم دك الكتيبه ايضا براجمات الصواريخ وبقذائف الهاون. والجيش الحر يحاصر هذه الكتيبه، يعني اليوم بدات المعركه، معركه بوابه درعا تحت مسمى بوابه درعا، لتحرير المنافذ الواصله لدرعا المحطه، حيث يحشد قوات النظام اكبر قواته اللواء 132 وكتائبه الست داخل درعا المحطه بالاضافه للافرع الامنيه. لا. وهذا يعني ايضا تدور اشتباكات عنيفه في درعا البلد، المحور الثالث لدرعا المحطه بكتيبة الهجانة وحي سجنة وحي المنشية، آخر معاقل النظام في درعا البلد. وأيضا يعني ترد قوات النظام بالقصف العنيف الذي طال أحياء درعا البلد محررة، أدى هذا القصف إلى سقوط شهداء، خمسة شهداء في بلدة عثمان، شهيدين في درعا البلد. بالإضافة يعني أيضا الطيران الحربي قبل قليل شن غارات جوية على مدينة طفس وعلى مدينة أنخل، مخلفا أعداد كبيرة من الشهداء. أيضا يعني في مدينة أنخل سقطت امرأة وجنينها وطفلتها شهداء نتيجة القصف العنيف الذي طبقته قوات النظام. إلى مدينة نوى أيضا قريب من مدينة أنخل تدور اشتباكات عنيفة داخل المدينة عند كتيبة الكونكور، صواريخ الكونكور. وهناك تقدم قوي للجيش الحر، تم استهداف كتيبة أيضا بمضادات الطيران، وتم تحقيق إصابات مباشرة داخل هذه الكتيبة. نعم، المعتصم بالله مراسل شبكة شام من درعا، شكرا جزيلا.